اعتاد استقبال العونيين وعمادهم ليعلن رسميا الاستقلالية عن تكتل التغيير والإصلاح. فعل فخامة الفراغ الهادئ فعلته فأعاد الصخب إلى الحياة السياسية. تكتل التحولات الجذرية غير صورة تكتل التغيير والإصلاح، فخرج النائب ميشيل المور سيدا حرا مستقلا. من يوم اللي بتعرفوني بالسياسي يعني من 50 سنة لليوم، ولا مرة كنت لا داخل بحزب ولا بتكتلات ولا بكتل. إذن لم بقول سأبقى على استقلاليتي في العمل السياسي حتى ما يكون قراري السياسي تحت رحمة حرة، لا حزب ولا تكتل ولا شيء. بستمد القرار اللي بدي اخده منكم انتو بتمثلوا الإرادة الشعبية مش غيركم، يعني بسمع شو بدكم وبنفذ، اما تنفذ ضد ارادتكم واخرب البلد ما رح اعملها. سنة واحدة تفصل النواب عن ناخبيهم افتتحها بيضة قبان المتن الشمالي بدق ناقوس الخطر على وطن دخل في العناية الفائقة، مقررا أخذ المبادرة لتكوين رأي عام ضاغط على السياسيين، فعاد إلى قواعده سالما متسلحا بأكثرية شعبية. إن استمرار تعطيل جلسات الانتخاب كان بدعة لم يعرفها لبنان في تاريخه وكذلك في أي جولة من دول العالم. أما خطورة هذه البدعة على النظام القائم في لبنان فهي أن هذا التعطيل سيصبح عرفا واجتهاجا يتم تطبيقه في المستقبل في أي انتخابات رئاسية أو سواها، ويتم عندئذ تعطيل كل انتخابات رئاسية، لأنه لا يمكن لأي فريق من الموالاة أو المعارضة أن يربح الانتخابات النيابية بأكثرية 2/3 أصوات النواب. وأختم كلمتي بشكر جميع رؤساء وأعضاء البلديات الحاضرين وقد حضروا بالإجماع، يعني ما غاب ولا رئيس بلدي ولا عنصر، وللمخاتير والأعضاء الاختياري بشبه الإجماع يعني بنسبة 85% الحاضرين، والجمعيات الأهلية. فإن المجتمعين اتفقوا على التمني على دولة الرئيس ميشيل المر إلى الاستمرار في اتخاذ المواقف التي سبق واتخذها خلال الأشهر الماضية والإبقاء على استقلاليته في العمل السياسي، وهم يدعمون بالإجماع مواقفه وهذه، وخاصة معارضته للاستمرار تعطيل جلسات انتخاب الرئيس أو لجهة تأييده ودعمه للمبادرة العربية. إذن بين العمادين اختار المر دعم ميشيل سليمان بعيدا عن ميشيل عون، وبين المبادرات أيد كل ما ينتج رئيسا للعهد العتيد وكل حوار سبيلا للتوافق. أما قانون الانتخاب فالقضاء ولو عدل لضرورات قصوى. مدعوما بختم المخاتير وتواقيع البلديات وبعون القاعدة نفسها جاء الخيار المر، استقلال الميشيل عن الميشيل في جمهورية المتن الواحدة. من قصر المؤتمرات في دبي، نانسي السبع، قناة الجديد.